كمن تتحسس وجهها المنهك. تبدو مدينة تعز المحاصرة منذ عامين في مهمة تحسين مظهرها. هنا واحدة من المبادرات المجتمعية التي انطلقت بفعل مساعدة أحد أبناء المحافظة الخيرين في محاولة انتشالها من خلال حملة تنظيف ورفع المخلفات التي تتفاقم كل يوم. قدمت هذه المبادرة من فاعل خير في ظل الوضع الحصار المطبق على مدينة تعز. مدينة تعز الآن تعاني من تراكم وتكدس أقوام القمامة بشكل كبير جدا. قامت الحملة برفع أقوام القمامة بما يعادل أو أكثر من 1500 طن خلال الفترة السابقة، نصف الشهر السابق. اليوم نحن نستمر في حملة النظافة إن شاء الله. شملنا المدينة يعني أكبر قدر ممكن من المدينة، اليوم نشمل آخر مربع من المدينة. تكدس أقوام القمامة وعدم العمل على رفعها بصورة سريعة أمر بات يشكل خطرا كما يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، وهو ذات الأمر الذي جعل صندوق النظافة والتحسين يوجه دعوة إلى فاعلي الخير لدعمه في مواصلة جهوده في ظل غياب دور السلطة المحلية. الآن نحن هنا في مديرية المظفر، سنقوم بأخذ أيضا القمامة المكدسة في بير باشا، وستكون آخر المناطق إن شاء الله، وننتظر أيضا دعم فاعلين خير، وفاء لتعز، وفاء لهذه المدينة التي ربما رأس المال من هذه المحافظة. نريد أن نشاهد فاعلين خير آخر إن شاء الله. انقطاع رواتب القطاعات المختلفة في المحافظة وفي مقدمتهم صندوق النظافة والتحسين جعل من هذه المهمة أكثر صعوبة أيضا. توقفت المرتبات وتوقف معها دور قطاعات كثيرة في المدينة في مقدمتها السلطة المحلية، ليحضر هؤلاء بإمكانياتهم المحدودة للتخفيف من معاناة المدينة، وهو أمر يرى القائمون عليه ضرورة استمراره في ظل تفشي الأمراض وانتشارها وفي مقدمتها الكوليرا التي باتت تهدد حياة الآلاف. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.